نسكافيه بتاعك برد. لا كويس كويس. عارف يا عمر، انا بقت الحكايه ثقيله على قلبي قوي، كل ما نقعد نهاتي ونتكلم في موضوعك انت وفريده ده اخي اتخنقت، عشان كده عايزك تفهمني. يا اونكل، هو حضرتك يعني اكيد عارف فريده بالنسبه لي تبقى ايه، واكيد عارف برضو انا من قد ايه وانا نفسي اتجوزها. احنا اتكلمنا في الموضوع ده يجي مليون مره قبل كده. ممكن بعد اذن حضرتك اكمل كلامي؟ اتفضل يا سي عمر. لو فرضنا ان انا كنت كملت في الخدمه وطلع لي قرار نقل للمكان بعيد، يعني السلوم مثلا، وساعتها فريده كانت بقت مراتي، حضرتك كان هيبقى موقفك كده برضو؟ فرضيه يا عمر غير منطقيه. ليه؟ انا كنت هبقى بشتغل ظابط وده شيء وارد جدا في شغلنا. يا سيدي انا بقول على فرضيه انها تبقى مراتك، يا اخي الشيء اللي انتم مصممين ان انتم ما تفهموهوش ومصرين ان انتم تفضلوا عليه هو ان انا شخصيا كنت ضد العلاقه اللي بينك وبين فريده بنتي من اول لحظه، فاهم؟ وقلت الكلام ده لابوك. امال احنا مخطوبين ليه من الاول؟ عشان فريدة كانت عايزة كده يا سيدي. أيوة بس كان لازم هيجي وقت ونتجوز. مستحيل، لأنك أنت كان ممكن إن أنت تغلط غلطة كبيرة زي دي فآخد القرار النهائي. أيوة بس افرض إن أنا ما كنتش غلطت الغلطة دي وكانت الأمور مشيت زي ما كانت. مستحيل، لأن حضرتك غلطاتك كتير وكانت حالة فريدة على طول بتسوء يا أستاذ عمر. وعلى فكرة أنا صبري عليك يا حبيبي خلاص وصل للآخر، اتخنقت نفس. أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه، أنا حاسس إن أنا زي ما كنت تايه. اسمع يا عمر، أنا يا حبيبي مضطر أقولك على أشياء أعتقد إنك أنت هتفهمها. أنت لو أب وحصل لك المعاناة اللي حصلت لي انا ومراتي لمده 5 سنين بين الدكاتره والكفاح علشان تيجي فريده بعد كل العذاب ده، وكانت نتيجتها ان امها بطلت تخلف بعد كده، اعتقد انك هتقدر تفهم قد ايه انا خايف عليها وقد ايه لازم احافظ عليها. عشان كده مستحيل اوافق على اللي انت عايزه. وعلى فكرة ده لسببين، السبب اللي انا قلته لك، والسبب التاني يا اخي ان انا عارف ومتأكد انك مستحيل هتسيب حكاية صاحبك اللي مات. ازاي؟ الدليل ايه على اللي انا بقوله؟ ما عنديش، لكن احساس عندي من خلال معرفتي ليك. دول السببين. انا قراري واضح يا عمر، مستحيل. حتى ولو كان القرار ده على حساب بنتك وسعادتها. عمر، تعب ساعة على كل ساعة. عاد اسمع حضرتك. آسف عمر. عمر أنا آسف. سامحني أنا أب. السلام عليكم يا رباب. وعليكم السلام، اتفضل يا بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا وسهلا، يا الف مرحب. والله ده احنا زرنا النبي. الله يخليك يا رباب. تعبت نفسك يا ايمن بيه. لا مفيش حاجه. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، يا الف اهلا وسهلا يا ايمن بيه. النهارده يوم عيد والله، نورت البيت والدنيا كلها. والله منور باهل ست ساميه. تعيش الله يخليك يا رب.
بس ليه التعب ده كله؟ لازم تحرجنا يعني وتجيب حاجة معاك؟ تقوليش الكلام ده، ده حاجة بسيطة. ربنا يبارك لك يا رب. قول لي بقى اتأخرت ليه؟ معلش انا رحت اغير هدومي، اول مره من ساعه ما اشتغلت في القسم ما اخدش معايا هدوم ملكي، والناس بتشوف الميري قلبها بيتقبض. عندك حق، دي حاجه صعبه قوي. ايمن بيه بقى بص، احنا مش هنحط الشرب دلوقتي، انا هروح الاول اسخن الاكل واجيبه على طول. اللي انت عايزاه نشرب بعد ما ناكل يعني. انا تحت امرك. تعيش الله يخليك يا رب. خليك انت جنب ايمن بيه وانا هسخن الاكل. منور الدنيا يا ايمن بيه. يا اهلا وسهلا. يا بسم الله ما شاء الله، احنا بينا احسن كتير. وايه الشياكه دي كلها يا رباب؟ الله يخليك يا ايمن بيه. لا بجد احنا كده احسن بكتير. نعمل ايه بقى يعني؟ محدش يكره ان هو ياخد باله من نفسه، بلاش بس الدنيا سرقانه ومخلينا ناسين نفسينا. يا بنتي مفيش حاجه تستاهل، ياما دقت على راس طبول. عارفه اهم حاجه يا رباب؟ ان يكون ضميرك مستريح. ونعمل بالله يا باشا. أقول لك سر. قولي يا أيمن باشا. لا ما بهزرش، أتكلم بجد. أوعى تقولي لها. كبير. الست دي عملت معايا النهارده أحلى حاجة. إشمعنى؟ كنت هموت على البامية. والله أول ما كلمتني ما كانش في دماغي، أول ما قالت لي بامية ضربت في نفوخي على طول. صحيح والنبي؟ بسيطة، إحنا على كده نعمل بامية كل يوم. مش للدرجة دي يا رباب. يا بخت منظره خفف. يا ايمن بنت جمالك على دماغنا من فوق. يعني حتى باباك ما بقاش عاوزنا ان احنا نكمل مع بعض. المشكله مش في بابا، بابا بس متضايق شويه وهيروق. المشكله باباك انت يا فري. احنا ملناش دعوه، هي دي مشكلته وحلها بنفسه. يا عمر انا جيت للدنيا دي وكبرت وانا بحبك، وكل همي في الدنيا دي ان احنا نبقى مع بعض. يعني عشت هنا، عشت في مرسى علم، ان شاء الله في تايلاند، المهم ان احنا نبقى مع بعض. اللي قاله لي حسسني انه مستحيل يرجع في كلامه. انا كنت بوصله كاني اول مره اشوفه في حياتي. مش مهم. هو ايه ده اللي مش مهم؟ يعني مش مهم يا عمر، احنا كبار وقادرين ناخد قراراتنا بنفسنا وننفذها. ممكن توضحي اكتر؟ نتجوز يا عمر. طب وهما؟ محدش له دعوه بينا، ده امر واقع. وزي ما بابا قالها لك، وجع ساعة ولا كل ساعة. بص يا عمر، أنا عارفة إن هو هيزعل مني شوية، يمكن هيقطعني شوية، بس بعد كده هيفهم والأمور هتتصلح. وبعدين أنا مش قاعدة بعمل حاجة عيب ولا بعمل حاجة حرام، أنا هتجوز الراجل اللي أنا بحبه من ساعة ما كنت أنا صغيرة وبلعب معاه على البحر وبنبني بيت من الرمل. ادخل. ازيك؟ الحمد لله. اقعد خلود. عامل ايه؟ تمام الحمد لله. تزعلش مني. انا ما ينفعش ازعل منك يا خالد. أنا ما كانش قصدي أحرجك يا عمر. أنا عارف. هتعمل إيه مع فريدة بقى؟ مش عارف بقى. مش عارف، حاسس إن أنا دماغي عاملة زي الصفيحة اللي فيها جنيه فضة عمال يخبط هنا شوية وهنا شوية. بس فريدة ملهاش ذنب، ولا ليها ذنب في مشكلة باباها، ولا ليها ذنب في مشكلتك مع حكاية راضي الله يرحمه. ايه اللي جاب سيرة راضي دلوقتي؟ انت بتكدب عليا؟ ليه بتقول كده؟ انت ما استقلتش علشان تبعد يا عمر، انت استقلت علشان تكمل موضوع راضي بطريقتك، بعيد عن بابا وعم سعيد واي ضغط من اي ناحيه. اللي يخليك متاكد كده يعني؟ انا عارف. منين؟ عارف من غير ما حد يقول لي اي حاجه، انا عارف. معلش يا خالد،
بس مش دايما احساسك بيبقى صح. وانا مش بقول حاسس، انا بقول لك عارف. بس مش هي دي المشكله. قول على طول يا خالد، ما تخافش، انا عمري ما ازعل منك ابدا. اعمل اللي انت عايزه وبالطريقه اللي انت شايفها، لان اصلا ما حدش هيقدر يغير لك قرارك ما دام انت شايف ان هو ده الصح. بس اوعى توجع فريدة يا عمر، لان فريدة ما تستاهلش اي حاجة وحشة. انا ممكن اعمل حاجة تزعلها، بس هي في الاخر هتفهم. خير، ومين قالك انها تستنى لحد ما تفهم؟ بص يا عمر، انت اخويا الكبير، وكمان انت اكتر واحد انا بحبه في كل الناس، وشايفه احسن واحد في كل الناس. بس برضو شايف فريدة احسن واحدة في كل البنات، وممكن حد كويس يلاقيها وهي موجوعة ويقف جنبها، وساعتها هتروح ومش هتستنى تفهم، او تفهم بس متأخر بعد ما تكون راحت. انا متأكد يا خالد اني هعرف احافظ عليها حتى لو بعدت عنها وبقيت في اخر الدنيا. وهي هتحافظ عليا. لو انا حافظت عليها مش هديها فرصة تروح مني، وهلحقها وهتفهم. بس انا خالد لازم اعمل اللي انا شايفه صح. انا معرفش اعيش وانا شايل الدين ده في رقبتي الراضي. لازم اسدده. انا عارف اني اقدر اسدده. هتسيبها؟ ممكن نبعد. هتوجعها قوي يا عمر. لا بس هي هتستحمل. انا عارف انها هتستحمل، وعارف كمان ان انا مش هتاخر عليها. في الاخر هي هتفهم. وبعدين بقى الرك عليك انت. وانا هقدر اعمل ايه؟ انا اصلا خايف لو وجعت انت فريدة تبعد عننا كلنا علشان ما نفكرهاش بيك. ده ممكن يحصل مع اي حد يا خالد الا انت. انا مش ملاك، انا اخوك، رحت ولا جيت اخوك. بس هي ما بتحبكش عشان انت اخويا خلوه. وانا ما قلتش انها هتكرهني، بس هي فعلا ممكن تبعد عننا بجد لو انت بعدت عنها بجد. خالد ابوها رافض، والمرة دي بجد. وانا بصراحة ما تعودتش ان اعمل حاجة انا شايفها مش صح، عشان انا كده تربيت على كده ومؤمن بكده من جوايا. بس اللي انا عايزك ما تفقدش الثقة فيه ابدا، ان حتى لو عملت حاجة تبان وحشة وتزعل، بس برضه في الاخر هبقى مركز انها ما تهدش كل حاجة وممكن تتلحق، عشان انا عايز كده. فريدة دي خالد مش خطيبتي ولا حبيبتي بس، فريدة دي غاية، حلم، دنيا انا ما تخيلش ان اعيشها وهي مش فيها. طيب انت هتسافر امتى؟ هسافر بكرة ان شاء الله. رتبت هتعمل ايه معاها؟ ان شاء الله، بس انت دعي لي. ربنا معاك يا عمر ومعاها. فريدة، طب معلش يا كسان، سيبيني مع بعض لوحدينا. طيب مش اوكي. طب لو احتجتي اي حاجه امديها عليا. في ايه فيو؟ كنت عايزه توريني ايه يا فريدة؟ في ايه؟